عاد إليكم من جديد. جحا مو غبي، جحا ممكن يكون أذكى من مليون واحد. ما ينسب لجحا بأنها شخصية غبية فهذا الكلام غير صحيح. راجع كتب التاريخ تجد أن هذه الشخصية كانت تتميز بالذكاء والحكمة بالإضافة إلى الفكاهة. حبيت أني أعيد إحياء التراث القديم وأقارن مع الماضي الحديث. الماضي الجميل له طعمه وله رونقه الخاص، وكذلك الماضي الجديد. إعادة إحياء اللغة العربية التي أصبحت الآن تكاد أن تكون في مرحلة الاحتضار إن صح التعبير، فأحاول من خلال هذه الشخصية الجميلة التي تجمع بين الذكاء والفكاهة. كانت البداية في معرض الكتاب، وفعلا استقرأت ردود أفعال الناس. معظم الأطفال حينما يقتربون مني طالعوني من أنت؟ فبكل أريحية أقول له أنا جحا. ما لكم احرنجمتم أو ما لكم تكأكأتم علي؟ هيا افرنقعوا أو احرنجموا. فكلهم بدأوا يستغربون، تش قاعد تقول؟ اللغة العربية ترى هي من اللغات الأولى في العالم. ترى اللغة العربية فيها أسرار جميلة، فيها لذة. وين الماضي الجميل؟ وين الآن؟ ما في شيء تغير إلا اللهم ربما النفوس هي التي تتغير. إحماري من شاف مصايب هذا الجيل هدني وراح. وين العيب؟